الأعمال العامة. افتتاح المستشفى الجامعي الأول في إدلب إنجاز علمي وطبي رغم الواقع الصعب لهذه المحافظة السورية. المستشفى فتح أبوابه لطلبة كليات الطب المتدربين في جامعات الشمال السوري، وبقدرة استيعابية تبلغ 600 طالب في العام الواحد. أهمية المستشفى الجامعي بالنسبة لنا كطلاب طب حقيقة بينقسم لقسمين أساسيين. القسم الأول أنه نقدر نداوم استهجات العملية بشكل جيد، والقسم الأهم هو صراحة أنه نكفي الاختصاص، لأنه أكيد بعد ما ندرس طب عام بدنا اختصاص. ناهيك عن السهولة راح تكون بالتعلم. المستشفى تم تجهيزه بمعدات ومستلزمات طبية نوعية، ويعد أول مستشفى جامعي يتم تمويله من واردات معبر باب الهوى. طبعا يعتبر مستشفى إدلب الجامعي هو الرافد الأساسي للقطاع الصحي بشكل عام، حيث سوف يعمل إن شاء الله على تخريج أطباء ذو سوية علمية عالية. أيضا المستشفى الجامعي هو يكمل سلسلة التعليم الأساسي الموجودة في كلية الطب البشري في جامعة إدلب. وسيعمل هذا المرفق الطبي على تعويض الانخفاض في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إدلب، والناجمة عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا من جهة، والعمليات العسكرية التي تحصل بين الحين والآخر من جهة ثانية. 5 سنوات من العمل بجهود ذاتية تكللت لافتتاح أول مستشفى تعليمي في محافظة إدلب، الأمر الذي سيفسح المجال أمام طلاب الطب لممارسة أعمالهم ليكونوا جاهزين لمساندة الكوادر الطبية. خالد إدلبي، العربي، مدينة إدلب.